لو صارت معك مشكلة في قتال الشوارع ضروري تتعلم النقاط اللي راح نحكيها بهذا الفيديو، فتابعنا بشكل دقيق وتركيز عالي. تابعنا لايك واشتراك قناة، يلا بينا. ولم يثن عزمك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك. فلت يدك مش راح يقدر يفلت. شوف بدخل كوب ركض اوب ضربني اوب. السلام عليكم. السلام عليكم. راح نحكي لكم بهذا الفيديو ثلاث نقاط سواء صارت مشكله بيني وبين شخص، يعني تعاركنا او انسحب او انا انسحبت، فانتبه عليهم ضروري كثير عشان تحافظ على امانك. اول نقطه عندي البيئه المحيطه. ايش يعني بيئه محيطه؟ اول شيء انا بدي اعرف خصمي هو شخص واحد ولا في ناس، مثلا في نحكي احنا في سوق وفي ناس معه، مين هم؟ مين منتبهين علي انه راح يروحوا يساندوه؟ يعني بدل ما كان واحد صاروا مثلا 10 خلف. صح. تمام. البيئه المحيطه يعني اشوف انه هو شخص وحده امامي ولا في ناس وراي. كما لانه ضروري جدا يكون الشخص قدام عينك. تمام. طيب كمان نقطه في البيئه المحيطه، انه في وراي جدار، انا يعني انا محجوز عند جدار ما بقدر انسحب او ارجع للخلف، ولا المساحة مفتوحة انه صار ما صار اني اقدر انسحب، او هو مثلا انسحب كيف يعني خط رجعتي تكون. تمام. او اني اقدر اراوغ معه. تمام. لانه المساحة بتكون ضيقة جدا ما في مجال للمراوغة. البيئة المحيطة كمان معناها انه الارضية منزلقة ولا مش منزلقة. يعني مثلا لو مثلا اجب هجم هو، انا رحت بدي ادافع او اهجم معه، رحت انزلقت وقعت عنده بوب ضربني. تمام. هاي الأرضية منزلقة. كمان لو حذائك بنزلق ولا ما بنزلق، هذا له دور كبير. طيب ممكن واحد يكون لابس جينز والجينز ضيق جدا، فبدي يرفع رجله مش قادر يرفع رجله. فهاي من الأشياء اللي لازم تحطها في بالك، اللي هي من البيئة المحيطة. مفهومة كيف؟ طيب هاي أول نقطة. ثاني نقطة إنه الخصم يكون يعني بمرأة عيني، أوكي؟ يعني أمام نظري. ما بنفع إنه مثلا إني لما مثلا خلصت المشكلة قاعد يصيح كذا كذا، اعتذر لي، اجيت انا رحت خلاص مثلا سلمنا، رحت هيك كوب ركض اوب ضربني. ليش؟ لاني اعطيته ظهره، اللي ظهري اعطيته اياه. فلذلك لما اعطيته ظهري مباشره استغلها علي. طيب انا لو صارت هاي المشكله بدي انسحب، كيف انسحب؟ طيب انا رحت مثلا هيك، مثلا هو راح بطريقه وانا رحت بطريقي. شوف انا نظري بده يكون فوق كتفي، انا شايفه. ايوه انا شايفه. اما انك مثلا مره ثانيه نفسها كابتن، انا رحت مثلا اروح زي هيك اوب، ولا قاعد يضرب فيه يضرب فيه. ايوه نيامك جابك الارض، فبدي يكون لسه بذهني بنظري انا شايفه. يعني دائما نظرك علي عينك علي. لو شفت خياله قاعد يروح كويس، تمام، انت منتبه انه راح من بعيد، ممكن هو يوهمك انه رايح خلاص. عمل يعني زي هيك ولا رحت جابك على طول، انتبه اني اعطيته ظهري خلاص مباشره ضرب. طيب نقطه ثالثه ونقطه مهمه كثير، مسافه الالتصاق، هاي ابتعد عنها. يعني لازم يظلوا بنظري المسافه الضيقه، ابعد عنها. يعني انا مثلا لو كنت هون، شو المساحه اللي انا شايفه فيها؟ انا شايف لغايه صدره لعند اذنه مثلا. تمام. طيب هون لو كان مد ايده ورا وقعد اوب يطعن 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 يطعن، رحت انا فيها جابك الارض. ايوه رحت فيها. فانا لازم يكون خصمي بس يقرب علي، انا ايش بسوي؟ بحط ايدي فوق على اساس اني قاعد اوقف القتال. لا لا خلاص ما عليك، ما بسيطه بسيطه بسيطه. شو؟ ايوه الان هو مثلا انا بس دفعته، طبعا هاي شفته مد ايده للخلف، خلينا هيك كابتن، انا صرت ايش اني اعمل مسافه بينه وبينه، شفته مد ايده للخلف واحد دخلت عليه بسرعه. الان دخولي شوف ممكن واحد امسك السلاح من ايده او امسك ايده كامل. تمام. من هون اوب بكمل بضرب فوق الى اخره. طيب مسكتي ممكن انا هون دخلت واحد بهذا الشكل، شوف شو سويت، انا دخلت هون امسكت لبسه مع ايده بهذا الشكل. لو بده يسحب فلت يدك مش راح يقدر يفلت. تمام. والمساحه هاي مفتوحه معي، هوب ضربت اسفل الحزام، ضربت ركبتي، ضربت كوعي الى اخره. طيب السلاح ممكن يكون معه سلاح، السلاح قبل ما يخرج انا سيطرت عليه، الان مش راح يقدر يتحكم فيه نهائي. فانا في اللحظه هاي مسكت من هون، بدي اكمل عليه اي ضربه اي شيء، امسكه ارميه في الارض، اسحب السلاح من ايده ارميه بعيد الى اخره. هاي ضروري انك يعني تتحكم فيه قبل. اما السلاح لو شهر في وجهك حتصير الموقف اصعب شوي. أيوة. تمام، خصوصا بالمسافات الضيقه، فانت تتحكم فيه قبل. طيب لو انا كنت مثلا مسافه بعد شوي بعدته، شفت مد ايده
شوف بدخل برجلي مباشره على اسفل الحزام، ضربته على بطنه او معي مجال للانسحاب، خصوصا انه مثلا شفت مجموعه مثلا هو بمكانه في مجموعه بلشوا يوقفوا وبدهم يجوني. أيوة ما بتعرف هذا مع سلاح، هذا ايش معه، هذا ايش معه، هذا مع سكين، هذاك مع سيف، ما بتعرف. فانت بتتحكم من المسافه الابعد اكثر، المسافه القريبه ما بتقدر تتحكم. وضروري انه اذا شفته مد ايده للخلف لازم مباشره تهجم تمسك، او تمسك هون، او انك تتخذ اي اجراء، ما ظلك واقف لحد ما يشهر السلاح في وجهك او تهديد او يهجم. صح. او ممكن صح. واحد يجي ايوه مباشره بيده مثلا، ما عندي وقت مفهوم، مش انه بدي اروح انا تعلمت قتال وكذا وبدي اجرب مهاراتي وخبرتي، هاي ما فيها خط رجعه هاي. اوكي، هاي ما فيها انه والله اجرب زي مثلا تدرب انت في نادي بيئه امنه، هاي ما هي بيئه امنه. انت بسوق قتال شوارع في ناس في ناس حواليك، صح كلامك مزبوط، ممكن عدد من المهاجمين، ممكن معه مش ما كان خنجر، ممكن شيء ثاني ما بتعرف شو، ما حدش عارف اللي فيها. في يعني الموضوع مخفي، ايده ورا راحت لازم تتخذ اجراء سريع. تمام، فضروري جدا يظلوا بنظر مجال نظرك، مجال رؤيتك، يعني حتى لو رجله مثلا رفع رجله بظل انت معك مجالك تشوفه، تقدر تتخذ اي اجراء احتياطي لك. وصلت كيف؟ طبعا اشكركم على المتابعه، واي نقطه اضافيه عندك او موقف صار معك اكتب لي اياها تحت، وان شاء الله نتابع تعليقاتك. لايك الاشتراك قناه، صلوا على الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا دعم قناتنا عبر حساب باي بال او بالنشر والاعجاب والاشتراك بالقناه لنستمر بتقديم المزيد من المعلومات المهمة حول فنون القتال والدفاع عن النفس.